بالنسبة لي شخصيا أصعب تجربة واجهتها كانت تجربة الحرمان من النوم لمدة 48 ساعة. الصعوبة فيها أن التحضير لهذه التجربة، نمتنع عن الكافيين والمنبهات قبل التجربة بثلاث أيام، أثناء التجربة القيام بالكثير من الاختبارات النفسية في أوقات مختلفة، ما بعد التجربة مقارنة النتائج قبل التجربة وما بعد التجربة. أذكر كل أفراد الطاقم تأثرنا بالحرمان من النوم، لذلك النتائج لاحظنا فيها اختلاف كبير قبل لا نبدأ التجربة وما بعد التجربة.